واحد في سلاس أقربي من غير دافر ولا تقسيم سلطان واحد في كل المحيط ما للسماوات وكل الهاديم سوي يا فوق البشرية بحسب الدور إلهي واحد أما حسب الحكمومية حب خلاسة إله واحد الابن مولود من الأزلية ليس تقدير لرسول بالآب لكن الولادة طبيعية والروح القدس منبثق منه كون الشعشة وحركتها والكرسي الباعث للاثنين وهذه ولادة طبيعية لا منقطعين ولا منفصلين ثلاث أقانيم متساوية في الجوهر واللاهوتية وفي قمة الأزلية والأوان الحياة الأبدية شطك يا كرسي عاليا والجاج على العقد الأيام لنا منه